ليه ما نحلمش ان المغرب يكون بطل كاس العالم بعد ان استطاع هذا الفريق، بعد ان استطاع اسود الاطلسي ان نحوله الاحلام الى حقائق. بحق الله ليه ما نحلمش ان تصبح المغرب بطل كاس العالم؟ ايه المشكلة في هذا الحلم؟ ما بقولش الفضية ولا البرونزية، ليه ما نحلمش بكاس العالم ذات؟ كتبت الإجابة لمن أدمن الطرف، كلنا حافظين هذا الحديث القدسي. والمغرب حقيقة منتخب وشعب حاول وحارب من أجل هذا الحلم سنوات طوال، سواء من التنظيم، كل كاس عالم المغرب بيقدم لأجل التنظيم، سواء بالنسبة للمشاركة. المغرب أول فريق عربي كان يصل لدور 16 في التاريخ، كان أول فريق عربي يصل لدور 8، وها هو يحلق لما كان بعيد عن خيال أكثر المتفائلين، بالإيه؟ بالإصرار والعزم. ده اللي عمله المغرب النهاردة. تحية لأسود الأطلسي اللي موجودين بين الأربعة الكبار.